المشاكل دخلت فيها الفيلم، لكن الحمد لله النهارده يعني العرض الخاص وبكره هينزل في 23 سينما، وانا متوقع نجاح وانا متفائل ان شاء الله. ما خفتش تنتج فيلم لاول مره؟ كل ابطال وناس جديده اول مره تمثل. خفت طبعا، وخفت انه ممثلين جداد، بس هي طبيعه الفيلم عايز واحد جديد، فدورنا لغايه ما لقينا ممثل. انا متوقع مهران نجاح كبير بعد الفيلم ده، وانا عجبت بالسيناريو قوي وقررت ادخل التجربه، وان شاء الله نشوف يعني. بس القصه غريبه عن المشاهد. طبعا قصه جديده وقصه جديده طبعا. هو برضه ما خوفكش ان الناس مستغربه تشوف فيلم زي دوت؟ الفيلم لازم، انا دخلت سينما وجوايا قضيه ان احنا لازم الصراعات الموجوده في المنطقه في المجتمع لازم نحكي عنها ونتكلم عنها، وانا مؤمن ان السينما دورها انها تتكلم عن القضايا وتناقشها بدل ما ندفن راسنا في الرمله. وانا اظن يعني بعد الفيلم ده هيصير جدل والناس تبدا تتكلم عن الموضوع، لان كل الناس عارفه ان المشكله دي موجوده والناس دول موجودين، وبنحاول نخفي راسنا في الرمله او نتهرب. يعني كفايه ده في روسنا، احنا قمنا بثورتين مش عشان نكمل في نفس الكورس اللي كنا مكملين فيه، لا كورس جديد. مش بندعو للمثليه لكن بندعو ان احنا نفتح واساسا الفيلم بيتناقش قضيه واحد بيقرر انه مش عايز يعيش الحياه دي، فاحنا فتحنا القضيه ويا ريت الناس تحكم عليها بعد مشاهدتها مش قبل مشاهدتها. بقرا سيناريوهات وان شاء الله يعني خير، يعني الفتره الجايه يمكن يبقى فيه برنامج فيلم جديد ان شاء الله، بس مستنيين يعني اللونش بتاع الفيلم ده ومتفائل خير ان شاء الله. شكرا. وانا اصلا مهندس زراعي بس بشتغل في مجال التنميه، واخدت ورشه سيناريو، اخدت كمان اخدت كورسات في قصر السينما سيناريو، اخدت مركز اول في التنسيق، وبعد كده دخلت ورشه سيناريو التحقت بيها بتاعت استاذ هاني فوزي. من خلال الورشه دي اسرع عليا هو مشروع التخرج بتاعي في الورشه. استاذ هاني تحمس ليه؟ لا الفكره كانت ليا انا، زي ما كنت في الورشه عنده وكنت بقارن بين، يعني كنت محتار بين فكره اسرع عليا وفكره ثانيه. استاذ هاني الحقيقه حمسني اني ابتدي اطحن حاجه جديده ما تناولناهاش قبل كده، فبدات في البدايه طبعا كان في شويه تخوف، بس الحقيقه حسيت انه احنا محتاجين يعني نكسر تابو، نكسر الانكار عندنا. هو احنا بننكر حاجات كتير من ضمنها او من اكتر الحاجات اللي بننكرها المثليه. فانا من زمان هممني ده انه احنا كمجتمع مش هنبقى مجتمع صحي احنا بننكر مشاكلنا ومش راضيين نواجهها وقول دي مش موجوده. ف يعني خفت الاول بس رجعت اتحمست. الرقابه كان في الاول اكيد عارفين ان كان في مشاكل، كانوا حابين يحذفوا 13 ملحوظه منهم مشاهد رئيسيه يعني. احنا طبعا رفضنا ده لانه كان في خلل في السياق الدرامي، كان في تعديلات على الورق هم طلبوها، وكان استاذ هاني كمخرج هو بيبقى له الحق انه يعني يعمل التعديلات دي او يستغنى عنها فيما يخدم يعني سياق الدرامي. بعد كده لغوا التظلمات شافت الفيلم الحمد لله اجازته